مرحبا ومساكم الله بالخير. والله يا جماعة، أني من أمس وأنا متعجب من جرأة بعض الناس ودخولهم بالنيات، والله شيء عجيب سبحان الله. أشوف بعض الحسابات أمس بتويتر يقولون أن مبادرة التوأم إعلان للكدرد، والله يستر لي يقولون بعد مبادرة المغرب إعلان للسياكل، ومبادرة مريم الحمد إعلان للكمامات ولا انت بسالم، والله ما تسلم. انا من النوع اللهم لك الحمد، يوم دخلت السوشيال ميديا ما اذكر اني نقدت وتكلمت على احد ابدا، حتى اللي يسب ويسبني ليل ونهار والله اني حتى في صلاتي ادعي له، ما هو بخوف مني ولا هو بضعف، اعرف شلون ارد واعرف كيف اتكلم، والحجه ان شاء الله معي. لكن الموفق من يخرج من هذه الدنيا وهو سالم من اعراض الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلم على المسلم حرام، دمه وماله عرضه. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقف، يعني ولا تقل ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويوم سألوه وش دليلك، قال أنا مجرد أني أسولف. ما هي مجرد سوالف، الأمر طال عمرك أكبر من كذا. ربك الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات يقول لك لا تقل ما ليس لك به علم، لا بد من دليل. الأمر ما هو بسيط، خصمك الله يوم القيامة بتسأل، والله بتسأل عن هذا كله. لكن إذا ما عندك بينة أنا أريحك، أقول لك روح لمؤسسة النقد واطلب كشف حساب عبد الرحمن المطيري كامل. إذا لقيت أن عبد الرحمن أخذ مبلغ مالي لو هو ريال واحد مقابل هالمبادرة، لك مني ما تطلب، وأطلع بحساباتي واعتذر وأبين للوضع كامل. ولو بهذا بس، روح لجميع الشركات المساهمة كلهم، وإذا أثبتوا لك أن عبد الرحمن أخذ مقابل منهم مقابل هالمبادرة، لك مني ما تطلب. أنت كل من تكلم في هالموضوع، أنا ما أقول هالكلام هذا تبريرا ولا كذا، لكني والله أني أرحم كل مسلم يدخل بالنيات بهالجرأة هذه. أنا آخذ المقابل على الإعلانات فقط، مثلي مثل أي مشهور ثاني، وأحترم المتابع وأقدم الإعلان صريح واضح يبين للمتابع أنه إعلان. ما أجيب الطرق الملتوية هذه، مبادرات وما أدري إيش. جميع مبادراتي اللي قدمتها 18 مبادرة ما أخذت عليها ولا ريال، بالعكس أنا اللي أروح وأتعنى وألف مناطق المملكة كلهم، وأجي صاحب المبادرة وبحسابي الخاص ما أخذ عليه ولا ريال أبدا أبدا. حتى أزودك من الطين بلة، عبد الله وإبراهيم يوم أنهم اشتهروا وجتهم المشاهدات المليونية وجتهم الشركات يعلنون عندهم، أبوهم طيب منه جاني وقال يا عبد الرحمن ما نلحق جزاك أبدا، لكن حنا طالبينك خذ من الإعلانات نسبة، لأنك أنت اللي شهرتهم وأنت السبب بالإعلانات وأنت اللي جبت لهم الخير هذا. قلت يا أبو عبد الله الله يرضى لي عليك، جميع مبادراتي بغيتها لوجه الله سبحانه وتعالى، وأدبا مع الله ما ودي أخلف نيتي الآن وأجلس أستغلهم، والله ما أخذ ولا ريال منهم، لأني أخشى أن الله سبحانه وتعالى يمحق هالبركة. والله أن هالمبادرات كلها أروح لها بلا أي مقابل، أني أبي منها البركة، ولو ما طلع منها الشهرة ومنها سناب إلا بهالمبادرات أني يكفيني. اي والله. عموما انت ما عندك بينه ولا عندك دليل، انا ريحتك، خذ طال عمرك كشف الحساب وشف بنفسك اذا في مقابل او لا. اذا ما اقتنعت راح در كل الشركات، ما هو معقوله اكثر من 20 شركه بيكذبون كلهم، راح در عليهم وشوف عبد الرحمن اخذ مقابل ولا، واثبت. وين اثبت والله اني اطلع بحساباتي واقول فعلا الرجل اثبت كذا وكذا. اخر شيء يقوله وهذا اللي بالخاطر، انا اعرف الضعف البشري واعرف ان النفوس يدخلها ما يدخلها، وهذا حال الدنيا، فإذا كلامهم حسد من أنفسهم فوالله أني مسامحهم، والله هديهم، ولو شفتهم والله أني لأسلم عليهم ورحبهم، حق المسلم على المسلم إذا هذا الموضوع شيء شخصي. أما إذا كان الموضوع لأجل المجتمع فهذا شيء آخر، لأنهم قالوا بالنص بالحرف الواحد أنه تم استغلال المجتمع، وهذه كلمة شينة بحق كل فرد من أفراد المجتمع. لابد تثبت فعلا أنه تم استغلال المجتمع وأن هالمبادرة قائمة على كذب واستغلال، لابد تثبت. أما تقولها كلام كذا سوالف بس سوالف بدون أدلة، فهذه شيء بحق كل فرد من أفراد المجتمع. ما حد يرضى أنك تصفه أنه مكذوب عليه، ولا أنه ضحوكة، ولا أنه تم استغلاله، ما أحد يرضى من المجتمع أبدا بهالصفة هذه. فهذه شيء بحق المجتمع، لابد تثبت بأدلة صريحة، ولا الموضوع أكيد أنه بيأخذ ما أخذه القانون.